اولا انا بهني اخوي جرال جونسون ولين والمجموعة الماو من القيادات العسكرية والسياسية اللبو نداء السلام وقعوا اتفاقية مع الحكومة وانضموا لاتفاقية المنشطة لجنوب السودان. برضو أنا بشكر المستشار رئيس الجمهورية أكون تودغ الواق منيمي والمجموعة الماو بالمجهودات الأمة بزلو عشان يوقعوا اتفاقية مع أخوانهم في مجموعة إيلان كيدغوان. نشكرهم كثير. وأنا بدي الشكر الخاص والأخص شديد لملكنا كوانغ داك فديت بسلسلة من الإنجازات الوا بدا يعملها من سنة الفات. خرج وجال جوبا وقام بتكريم رئيس الجمهورية، وكان أول خطوة إيجابية نحن كلنا فخورين به حتى اليوم. وهذا خطوة أخذ لأبناء جنوب كافة إنه ما في شكوك في قرار بتاع أبناء شلوك في تلبيتهم للسلام. برضو أنا بدي شكر خاص جدا وبهنيه إنه مجهودات البزلو لإغناء أبنائه الكانون دو موقف في مشاكل الجذور بتاع المشاكل الحاصل في بلدنا وأغنى أولاده، وكان منهم القائد ولي جو وحضرين معنا اليوم. فنحن ندي شكر خاص لسيد لفخامة والسمو الملك. برضو من الإنجازات هي إعلان العمل قبل شوية إنه طلب أبناء شلوك اللي ما حضروا اللي خارج للسلام ومن ضمنهم فقان أموم كيك وهو يايدين أجاك والدكتور لاما قال والآخرين كلام لامولو ده كلام نحن فخورين به خالص وندي شكر بخطوة لو عمله. برضو أنا بشكره شكر خاص بأنه فتح قلبه وعفى من خلق المشكلة ومن أعدائه وعلى رأسهم دكتور ياك مشار وقدم عفو ليه وليلة. أنا جيت في غادة عشان أمثل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية عنده رسالة خاصة لهذا الجمع ولأبناء جنوب كافة ولأبناء شلوك بصفة الخاصة. رئيس الجمهورية بيقول إنه أهم حاجة نحن دايرينه سلامة دائم وعدم حود للحرب. دي أول رسالة بتاع جنوب بتاع رئيس الجمهورية، قال نحن دايرين سلام دائم في جنوب وخاصة في آل النيل وعدم عودة للحرب، ونحن كله مهما حصل نحن ما حنقبل عودة للحرب. نمرة 2 هو بيتكلم عن الاستقرار في منطقة آل النيل بصفة خاصة. لازم يكون في استقرار والناس يبدأوا يشتغلوا فيه من حسا عشان منطقة آل النيل يشوف الاستقرار الدائم بدون عودة للمشاكل. وبرضو سلام للولايات المجاورة ولجنوب السودان كافة والاستقرار في ذلك المناطق. الرئيس برضو بيتكلم أن عودة الاستقرار لمدينة الملكان. أي زول خرج بسبب بتاعت حرب نحن نعلم إنه الحرب انتهى، وهي زول من أبناء ملكال من الديكو وشلوك ونوير وكومبو كومو وبرون كل يجوا راجعين للمنطقة
عشان يدعموا سلام ده والاستقرار. ده حاجة مهم جدا. ده رسالة بتاع الرئيس. رسالة الرئيس الآخر إنه ما دايرين موت بتاع المواطن بتاع النيل كله. موت خير مشروع مرفوضة. لو في ناس قاعدين يمارسوا قتل بتاع برياء بطريق خير مشروع فكلام ده مرفوض. وده كلام رسالة للناس اللي بيعملوا حاجات زي ده. كلام الأخيرة ورسالة الأخيرة من الرئيس هي حديث البفايل أو بصير الكراهية والعداوة بين الناس. الخطب الكراهية مرفوضة. ما دايرين زول يتكلم كلام البصير العداوات من جديد. وعشان نعمل سلام لازم من الليل لقدام أي زول مواطن من جنوب السودان من أبناء النيل من أبناء شلوك نحن ما دايرين كلام البصير الفتنة تاني سو كانوا دينكاوي ولا نويراوي ولا أي قبيلة من قبائل الموجود في النيل ولا في جنوب ما دايرين نسوى كلام فارق تاني عشان يصير مشاكل يرجع الناس للحرب. كلام الأخيرة بتاعه هي تنفيذ اتفاقية كيت غواندا. الاتفاقية الوقعودة رئيس يدعمه دعم كامل ويتم تنفيذه ويبدأ بقرارات قريب جدا اللي هو ذكره المستشار. ونحن كلنا في رئاسة الجمهورية نحن نكون دعم للتنفيذ الاتفاقية ده. نحن نكون خلف التنفيذ ونحن دائما نكون مع التنفيذ ونتابع خطوة خطوة حتى يتم تنفيذ بنود بتاع الاتفاقية بتاع كدوة عشان نحن ما يكون في عذر بكرة عشان ناس يكون في شد وجذب. فنحن كلنا هندعم هذا الاتفاقية عشان يعود الاستقرار لمنطقة ملكال. الاستقرار بتاع ملكال وسلام في ملكال ده مسؤولية بتاع الجميع. ده مسؤولية بتاع القيادات الموجودين عندنا قدامنا حسا وماسكين وظائف بتاع الحكم سواء كانوا في إدارة حالية ولا وظائف سياسية ولا وظائف دستورية ولا في برلمان. ده مسؤولية كامل. عشان كده أنا ده نقول رسالتي لأبناء دينكا وأبناء نوير المحاضرين والحاضرين هنا إنه يمسكوا كلام بتاع الكين بتاع شلوك ويمسكوا يديهم ويبسوا استقرار في ملكال. يا جماعة ملكال ده بلد بتاع الجميع وهي زول مواطن ويندو بيت فيه يعود سيد الملكال ذاته. ما في سبب بتاع دغائن وكلام فارغ بتاع دين الناس يخلق فتنة الكان ما موجود أصلا. دينكا ونوير وشلوك وبرون وقبيلة تانية الموجود معهم كانوا قاعدين مستقرين في أمانة الله قبل 2013. الخروج بتاع مشاكل بتاع الحرب بتاع جنوب السودان كان ما معروفه وكان ما شخصه القبائل عشان الناس يحاربوا بعض. لكن في شنو جديد حصل في 2013 و 2016 وحتى الان ليه الناس قاعدين يموتوا؟ سبب شنو؟ اولا الشلوك في الملكال عندهم بنات دينكا مزوجين في قبيله هناك وعندهم بنات شلوك مزوجين في قبيله دينكا وعندهم اولاد بناتهم في نوير وبنات نوير عندهم وهكذا في كل قبائل الموجودة. وعندهم كلام خاص ربنا دام الماء داو لكل ولايات هي كل زول بيسمع روتانا تاني. نحن في شمال بحر غزال نحن قبيلتين بس وقبيل الهاجر وجسكن معنا عندنا
دينكا وننا جور وننا فلاتا موجودين ونحن اعترفنا انه نحن نسويل كلنا لكن عندما اداكم لي ربنا اتوكا عند اسمه روتان بعد ما عندنا هناك انا اعترفين مع اولاد جور وحتى الان ما بعرف روتان جور يا ويل فدا مجدما ربنا ربنا اكرمكم بهذا النعمه في احسن منه ملكال ده يا جماعه اسمعوا كلامي لازم كم زي فم انتوا عارفين ان هذا ساكنين في الفم في اسنان في اللسان وفي حلق ساكنين وعايشين بدون مشاكل ليه انتوا كربتوا بلدكم ده مسؤوليه منه اتحاسبوا لي منه اتغاين ده سبب شنو ما بدارين تعرفوا بعض قاعدين تمشوا كنايس قاعدين تمشوا مساجد تقولوا انتوا ناس ربنا الحمد لله ما صار انا داير اخوي ولوي وشولتون وجيمس هوس واخرين من ابناء قبائل ده يقعدوا يبوسوا سلام في انفسهم بعد ذلك امتدى لاخرين كلام البطال ما بنتهي الليل ولا بكره هيستمر معنا سنين ودينين لكن لازم نحن نقلله ولو زول سمع كلام بطال من زول لازم زول برضو يعرف انه زول ده عنده حاجه ناقصه وما ما 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 يقبل كلام البطالة سماع من زول لازم يكون في تسامح تسامح حقيقي مو تسامح بتاع شعار سياسية ناس يجي يقعدوا يقول نحن سامعنا بعض ولما الناس يخرجوا شبر يمشوا يقتلوا بعض كلام ده مرفوض أنا مفروض نمشي ملكان أنا شكال ترتيبات نمشي ملكان أنا ماشي بسبب جادي سهران ملكال رئيس كلمني قال نمشي وقال ننقل الجامعة جامعة النيل الموجود في جوبا ده ننقله لملكال عشان يدعم سهران زيارتي لملكال أنا عارف أنه في مشاكل كتير موجودة هناك لكن لازم ناس يعملوا أتهم لحلول مشاكل ده ناس ما يقولوا ملكان ناس ملكان منقسمين انقسام حد لازم نحن نخش فيه نسأل سبب شنو ربنا خل جاكم 64 قبيلة في جنوب السودان ربنا بلي عشان يجيبنا خدنا في بلد ده of course not ربنا داير مننا peace والمحبة وينو عشان كده مسؤولية بتاع داودة للملكان مسؤولية القيادات نحن نمر منه كينج كينج قال كلامه وكلام كينج ده تعليمات كلام رئيس جمهورية تعليمات وهي زول ما دير تعليمات نازة بمعنى متمرد على جنوب السودان وهي زول عنده مرض في قلبه أدار إنه الفتنة ده تستمر نسأل ربنا إنه يزيل منه الكلام ده ولو هو متعمد ويتبرد على ربنا نسأل ربنا إنه يشيله ما هو يشيله ما هو كله يشيله برا مننا عشان نبقى مع ناس عفيفين ناس كويسين ناس دارين استقرار يا جماعة حالنا موجودين حتى الآن في مشاكل ده بفضل مشاكل في خرطوم أكثر من مشاكلنا فقدوا الصغر وكلنا مسؤولين من الحاصل ده ولو كلنا مسؤولين من الحاصل ده كل زول يلعب دور بتاعه عشان ياسن الوضع بيناتنا أنا قاعد نسأل نفسي شنو حاصل بيزب وحتى الآن
استقرار بتاع جنوب السودان ليس مربوط باستقرار بتاع دفر ناي. انا مشيت قريب ده لبور شيء انا شفت في بور ده حاجه مخجل، ولو ما عملنا حساب ده بور ده هيبقى اثر الملكال هيقوم كله تغش، لانه مواطن شايل سراب بطريق غير مشروع اصل تقيل جدا وكراهيه فيها شهداء نادى كثير جدا موجود في البور. نحن دايرين الكلام ده يا جماعة، إذا في فينا ده جانا من ربنا نحن نسأل ناس الكنائس والمساجد والناس كل زول بيعرف ربنا عشان الناس يصلوا عشان ربنا يكف بيننا، وإذا ده فينا من ده فزول الواعي يحاول يفرق نفسه منه، وزول العنيد نحن نترك لربنا. في تنمية ماشي وناس دايرين طرق، ناس دايرين شبكات، ناس دايرين خدمات مستشفيات والمدارس هيعملوا بتين ويعملوا كيف؟ إذا كان عنده في قبائل بيعتدوا على عربات بتاع تنمية ولا عليات في الطرق وقاعدين يوقفوهم عشان تنمية ما يمشي لقدام، هتسألوا منو بكرة؟ يستغرى على أبر ناي الكل الكبرى من جنقله لملكة لبارتي لمسؤولية بتاع أولاد النيل لما مسؤولية بتاع حكومة بتاع جنوب السودان، وإذا أنتوا اخترتوا عشان تخرب بيتكم وبلدكم هتكونوا مسؤولين أمام التاريخ. نهنا دارين سلام ونمتد لسلام ونبدأ بأنفسنا، ده كلام نحن دايرين نقوله. نحن نشيل رسالة بتاعت ملك لسير رئيس الجمهورية ونحن نسأله أنه يعلن عفو للناس الطلبوا الملك ويختار نفس الكوكب القادم مع ناس ذي عشان يقعدوا مع أولاد الشلوك الجار نداء من ملك بتاعنا عشان برضو يجيبوهم ونحن نكرمهم في هذا الغار. أنا بقول يا أخوي ولن سلام دي يا أخوي أمسك فيه قوي، نحن عارفين إنه في تحديات أمام سلام، حتى لو ما عندنا هنا في الحكومة في تحديات لسه تحت هناك، دايرين كلنا نتريس ونصبر على من دبة ودار يخلق لنا مشاكل، نصبر عليه ونبس السلام. نحن يا أخوي نحن في خلفك ومش أول مرة تلاقينا، نحن قريبين ده كنا في برا متمردين وفي المعارضة، وأنا كنت واحد من الناس القريبين منك شديد. نحن دايرين وجودك في جوبا هنا، لو في حاجة بوجه راسك بالليل وانت ما فاهمه عليك الله، تعال كلمني قول يا اخوي في حته كده انا ما مبسوط منه. لو كلام اللي بتقومني بالليل انا بقوم معك وبمشي بفتش اطراف اعصاب الكلام الكلام اللي خلاك توجه راسك ده ونعالجه. نقول لك مبروك ونقول غادة الماء كله مبروك عليكم، ونقول لأولاد شلو كله أبناء شلو كله مبروك على عودة قائدنا ولن بيناتنا، ونشكر المجتمع بتاع شلو بتنظيم اللي انتو قاعدين تعملوه بخلينا دائما فخورين في تنظيم اللي انتو كرمتوا بو الرئيس، حتى الآن ما في تنظيم هيفوتوا من تنظيمات عملناها من زمن استغلال. ونحن دايرين زي ما كين عملوا دايرين القصة دي تمتد كل سنة، بدل ما يكون لشلو نحن هنتفل بيه كلنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.